هما حاليا في العلية، قاعدين في العلية قبل ما يطلعوا للثيماني في يوم الصلب. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني، إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك، نمجدك، نعظمك لأجل هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. نشكرك يا رب لأجل الكتاب المقدس والحقائق الكتابية التي نرى فيها الحق، نرى فيها شخصك، نعرف من الكتاب المقدس طريق الخلاص، طريق غفران الخطايا، طريق الحياة الأبدية، وكل هذا في الطريق والحق والحياة الذي هو شخص الرب يسوع المسيح. تكلم إلينا في هذه الفرصة يا رب، مبلغ لنا كلام الحياة الأبدية. استجبنا يا رب، استجبنا، ولاسمك نهدي كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين آمين. لك المجد يا رب، لك المجد يا رب. تأملنا بنعمة المسيح هيكون بداية عدد 17، روح الحق، الكلمتين دولة روح الحق. وطبعا روح الحق يعني مش ممكن يبقى رسالة كلها تتكلم عن روح الحق اللي هو روح القدس، لكن حتة صغيرة خالص بس هنا جات في نفس العدد 17. بيقول المسيح روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه. طب هنا السؤال، هل إحنا بنشوف روح الحق؟ نحن نعلم إن الله روح، الله لم يره أحد قط، ثم روح الحق روح. ده إزاي نفسر موضوع النهاردة من أوله؟ يعني هل إحنا بنرى روح الحق؟ هنشوف المسيح بيقول لنا إيه. نبدأ تأملاتنا بآية 15 اللي هي عن شرط المحبة. إزاي الواحد فينا يعرف إنه بيحب الرب؟ إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، ده كان موضوعنا الصبح. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. العلاقة اللي شخص الرب يريدها بيننا وبينه علاقة حب حقيقي
عميق إلهي، مش علاقة عاطفية تذوب مع الظروف. الرب كلمنا عن هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، سقط بعض على الطريق، جاء طيور السماء وأكلته، سقط بعض على الأرض المحجرة، نبت حالا لم يكن له عمق أرض، ولما أشرقت الشمس حصل إيه؟ جف، نشف. ليه؟ لأنه ما فيش حب حقيقي، في تأثير خارجي بس، لكن لم يدخل الأمر في القلب، لم تدخل كلمة الله في أرض جيدة. الأرض وحشة، ما فيهاش تربة أرض، ما لهاش أصل. ده مش اللي عايزه ربنا في علاقتنا بيه. العلاقة بيننا وبين ربنا: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. في المثل اللي قاله المسيح، لا اللي في الطريق حفظ الوصية، الزارع خرج ليزرع، سقط بعض على الطريق، الشيطان طيور السماء جات وأكلته، ولا النبت حالا ما كانش ليه عمق أرضه وجف وضاع وراح، ولا اللي بين الشوك اللي اتخانق مالوش ثمر، لأنه بيحفظ الوصية. لكن الأرض الجيدة هي النوع اللي بيقول عنه: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. ولأن حفظ الوصية بيجيب الثمر، الثمر جه. الكتاب المقدس ما هواش كتاب نحكي عنه، يعني نتكلم عنه، أما الكتاب إيه؟ كتاب نعيش فيه ويعيش فينا. أنا في المسيح خليقة جديدة، يبقى أنا في الكتاب المقدس خليقة جديدة، يبقى أنا في الله خليقة جديدة، وبالتالي الله فيا، يسوع حي فيا. دي ترنيمة مشهورة خالص، لكن ترنيمة كتابية. إن ما كانش يسوع حي فيا أنا ميت، إن كان يسوع حي فيا أنا حي. ودي قال هنا: أنا حي فأنتم ستحيون. فإن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وصايا الرب حياة، وصايا الرب خليقة جديدة. بولس يقول: هو ذا الكل قد صار جديدا. مش أنا زي ما أنا، لا، أنا زي ما أنا إزاي؟ ما بقاش ولدت من فوق. المولود من الجسد جسد، هو المولود من الروح، هو روح، اتولد من روح. أيوة اتولد من روح. إزاي واحد يبقى روح؟ أهو دي الولادة الجديدة. عشان كده بنقدر نتلامس مع روح الحق وندخل فيه ويدخل فينا. لكن إنسان طبيعي لم يولد من فوق، ما شافوش. ليه؟ لأن الإنسان الطبيعي إن لم يرى شيئا لا يؤمن به. إنسان طبيعي نقول له ده في ربنا، يقول لك فين ربنا ده؟ أنا مش شايفه. ما أنت متخرف، أنا ما أعرفش ربنا. أعرفه من فين؟ مين قال كده؟ فرعون ملك مصر لموسى، لما ربنا بعت موسى عشان يخرج بني إسرائيل، قال له كده العبارة دي، قالها موسى الفرعون: أطلق شعبي، الله بيأمرك يعني، أطلق شعبي ليعبدوني. مين ده ربنا اللي بتتكلم عنه؟ وأنا ما أعرفوش، وأنا شفته ما شفتوش. فمرضيش يطلق الشعب. أنت بتخرف، أنا إنسان طبيعي، أنا فرعون، تكلمني عن ملك كوش أعرفه، تكلمني عن ملك فارس أعرفه، ما أعرفش أنا واحد اسمه الرب، رب ده إيه؟ فالإنسان الطبيعي لازم أشوف عشان أعرف، أنا يعني تقولي في تقولي، فمش ممكن يصدق إن لم يرى. طب إحنا شفنا الروح، الروح لا يرى، شفناه. يوحنا يقول لك: شفنا ازاي؟ لمسته ايدينا من جهه كلمه الحياه، الذي رايناه وشاهدناه ولمسته ايدينا من جهه كلمه الحياه. ازاي الروح لا يتلمس ولا يتشاف؟ تاثير الروح فيا. امال ايه اللي غيرني انا؟
يوحنا وإيه اللي غيرني أنا؟ مين خلاني خليقة جديدة؟ شاول يقول مين اللي غيرني من شخص اضطهد كنيسة الله بإفراط بشدة وأجري وراء الرسل وغير الرسل وتلاميذ المسيح والمسيحين وأقتلهم وأفتخر بذلك وأجرهم مساقين؟ إيه اللي جرى له ده؟ ده بقى تاني خالص، بقى تلميذ المسيح. إيه الرب ظهر له؟ الرب ظهر له. حتى اللي معه شاول بيقول رأوا النور لكن ما سمعوش الصوت، ما عرفوش مين ده، لأن هم طبيعيين ما هماش يعني مهيئين لسماع الرسالة. قبل كده كان بولس أو كان شاول زيهم، بس شاول لأنه مختار من الرب والرب عارف قلبه وعارف إن ده إناء مختار ليه وبيجهزه، فلما ظهر له شاول سمع الصوت وكلمه ورد عليه وعرف من هو الرب. فأول حاجة علشان نكون متأكدين إن إحنا بنحب ربنا إن تكون علاقتنا بيه علاقة قوية جدا، متينة جدا، رهيبة جدا. يكون الرب رأس كل إنسان، بس مالوش رأس تاني، لأن هو رأس الجسد. المسيح رأس الجسد وإحنا أعضاء الجسد. مين بيحركنا؟ الرب، مفيش غيره. الرب هو اللي يحرك الجسد. مين بيسكب في قلبنا الحب؟ محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا من الله. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. كون إن إحنا بنحفظ وصايا الله معناها إن إحنا بنحب ربنا. كون إن إحنا بنحب ربنا معناها إن إحنا ولدنا من فوق، إن انسكبت محبة الله في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. ده عدد 15، إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. العدد اللي بعديه في كلمة تاني مهمة قوي غير كلمة إنه ما لأنه يراها الإنسان الطبيعي ما بيشوفش، ده عدد 17 لدي 16، في كلمة تاني غير عدد 17 اللي هي إيه؟ وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. بيقول معزيا آخر يعني إيه؟ أنا عايز أسمع منكم. معزيا آخر يعني إيه؟ يبقى في معزي أول مش كده؟ معزيا آخر. مين المعزي الأول؟ اللي هو يسوع. فيسوع No. It's okay or not? There is another one. Try it. Open it. خلي هادي يا مهنم. هادي عفوا لو بسني واحد. It is done. Okay. Thank you. خلاص. يسوع هو المعزي الأول. المعزي الأول أولا أنه حمل خطايانا على الصليب، وده في تعزية أكثر من كده. المعزي الأول الآن لأنه قال لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء لأن علمتكم بكل ما علمتم من أبي. في معزي أكثر من كده؟ في مش أكتر، لكن معزي يمكث معكم إلى الأبد. يعني يمكث معكم إلى الأبد؟
في أيام جسم بشرية المسيح. كان المسيح موجود، المكان اللي هو موجود فيه كان بيستمتعوا بالتعزية. لما كانوا التلاميذ خايفين، هم مش عارفين، مش قادرين يصدقوا ان المسيح قام، فكانوا مغلقين الابواب عليهم وخايفين، ويعني مغلقين الابواب يعني سدينها كده بحيث ايه محدش يهجم عليهم خالص. وفجاه ظهر المسيح جوه، حصل لهم ايه؟ فرح التلاميذ، ازراء الرب، معناه اتعزوا. لكن قبليها كانوا زعلانين، كانوا تعبانين لأنه خايفين من الناس. هذا المعزي الآخر اللي هو الروح القدس مش لازم يكونوا التلاميذ مجتمعين عشان يقابلهم، ده موجود في كل واحد في كل حتة. فالمسيحي اللي في اليابان بيتعزى بالروح القدس، والمسيحي اللي في أستراليا بيتعزى بالروح القدس، والمسيحي اللي في السجن بيتعزى بالروح القدس، والمسيحي اللي في المستشفى بيتعزى بالروح القدس. ده الميزة بتاعت الروح. ليه؟ لأنه الروح القدس إنما يمكث في الإنسان إلى الأبد. حينما الإنسان فينا يقبل الروح القدس، الروح القدس يسكن ما يطلعش إلا هو بيسلمنا، بيسلم جسدنا، فالروح تذهب إلى الله، ما يعني بيكمل عمله فينا. فهنا بيقول المسيح وأنا أطلب من الآب. لازم تطلب من الآب؟ نعم. ليه؟ لأن هو مطلوب منه يكمل خدمة، ما كملتش لغاية دلوقتي. إمتى كملت الخدمة دي؟ لما فوق الصليب وفي آخر الصليب وفي آخر 5 دقائق في الصليب قال قد أكمل، يا أبتاه في يديك أستودع روحي، يعني كلها أقل من 5 دقائق، آخر لحظات الصليب قد أكمل. ولما كان مع التلاميذ قبليها بيوم اللي هو في العلية قال لهم الكلام ده، وقالوا قبل كده مرة أو 2 وجايز أكثر، قال لهم إن لم أمضي لا يأتيكم المعزي. والتفسير لم يكن الروح القدس قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. وفي يوحنا 17 في صلاة المسيح للآب قال له الذين أعطيتني، اللي هم الرب الله الآب ادهم لله الابن، الآب ادهم ليسوع المسيح عشان يخلصه، الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك. فالآب ادهم للاب، الابن دفع ثمن خطاياهم جميعا على الصليب بعد ما احتملوا يعني ويلات رهيبة، وقد أكمل، سلمهم للروح القدس اللي هو بعد 50 يوم حصل إنه امتلأ الجميع من الروح القدس. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر. ليه 50 يوم؟ لأن في عيد 50 ده في العهد القديم، وده إشارة إلى بداية الزرع. فال يعني المسيح حبة الحنطة وقعت في أرضه ماتت، إمتى تطلع؟ بعد 50 يوم، 50 يوم من القيامة يعني. فخمسين يوم اللي هو عيد البكورة عند العهد القديم، اللي هو أول ما تحصد زرعك تقدم البكورة قدام الرب في الهيكل. فده يوم 50 اللي بكورة الكنيسة ولدت في يوم 50، أعلنت الخطبة. بعد كده يقول بولس خطبتك المسيح، وكل إن احنا في خدمتنا الرب بنخطب الناس للمسيح، كل واحد ربنا يديله بحسب يعني تعبه، بحسب إرادة الرب الحياة. نخطب الناس للمسيح، نخطب الرب المسيح، نخطب الناس للمسيح لغاية لما يجي وقت الزفاف اللي هو الاختطاف، لما ياخدنا إليه فوق السحاب. فأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. ده امتياز كبير جدا جدا جدا. طب احنا ما شفناهوش، الانسان الطبيعي زي ما الرب قال روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه مش شايفه، وعاد اشوف انا مفيش حاجه متشافه، مفيش حاجه متشافه.
لكن في حاجة ملموسة من جوه، في جوه تغيير، في جوه تقديس اسمه الروح القدس، في جوه تغيير، في جوه خليقة جديدة. مثال ذلك مريم العذراء. مريم العذراء لما الملاك خبرها، ما كانش يوسف موجود خطيبها أو رجلها يعني، كان وقتها مخطوبين، وأما قالت هو ذا أنعمة الرب، خلاص حصل جواها حاجة ما نعرفش، ولا يوسف يعرف، يوسف ما يعرفش، ما كانش حاضر مقابلتها مع الملاك خالص. عرف إمتى؟ لما بطنها ابتدت تكبر. إيه ده؟ كانش يعرف قبل كده، لأن راحت 3 أشهر عند إليصابات، وكمان تزود الشك عنده بعد ما زيارة 3 إليصابات اللي سيبتها، راحت زارتها هناك فوق جبال يهوذا ورجعة، إيه ده؟ ده حامل باينة. ده الإنسان الطبيعي كده. ليه حصل كده مع إنه ما شافش هو خالص؟ بقاله من أول ما مريم العذراء يعني قابلها الملاك لغاية لما سافرت ولا شاف ولا حاجة، مفيش حاجة تتشاف، لكن شغال جوه. إيه اللي شغال جوه؟ الروح القدس. إزاي؟ أما قالت له مريم للملاك، جبرائيل الملاك، كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك المولود منك يدعى قدوس الله. هو قدوس، حصل الروح القدس هيئة للمسيح جسدا داخل بطن مريم العذراء. شافوا يوسف، ربنا ما رضيش يحيره كتير، سابوا شويه كده عشان يختبروا هيعمل ايه، فقال لا دي مريم دي بنت كويسه، انا مش ممكن يعني اشهرها، لا ولا افضحها ولا حاجه خالص، انا ايه اطلقها سرا، يعني اقول له ولد ده ولدي بس احنا اختلفنا خلاص، يعني هو ابني بس احنا اختلفنا مش هيقدر يكمل يعني. فقال له لا ده المولود منها ابن العلي يدعى، دي المتنبع عنها في سفر إشعياء، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. فالإنسان الطبيعي مش شايف الروح القدس، المؤمن شايفه لمسه جواه، وغير كده ما يكونش مؤمن. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه مش شايفه، غلابة المساكين دول، غلابة المساكين، ارحمنا رب. ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه. هنا لاحظوا أن قال العالم إيه؟ لا يستطيع العالم أن يقبله لسببين. إيه السببين دول؟ لأنه لا يراه ولا يعرفه. طب هنا قال وأما أنتم فرأيتموه وتعرفونه، لا تعرفون، أنت بتحس بيه جوه، هو ما تشافش، روح لا يرى، يرى إزاي؟ إذا كان روح يرى إزاي؟ مثلا روح الإثم الشيطان بيرى إزاي؟ حوالينا، هو عايش معانا هنا في الكنيسة، منشوفوش لكن بنحس بيه. أما أنتم مش بس تحسوا بيه، فتعرفونه. أعرفه ليه؟ لأنه ساكن فيا، مش ساكن جنبي، مش ساكن معايا، ده ساكن فيا، وروح الله ساكن فيكم. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ المؤمنين هم الكيان الوحيد الذي هو جسد المسيح، مش مشبه بالجسد، مش احتمال، لا لا لا، الذي هو جسد المسيح. المسيح رأس وأخلى نفسه أخذا صورة عبد ليفدي الكنيسة، وكل الذين قابلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، وأكمل العمل وصعد إلى السماء وأرسل الروح القدس من الآب. قال أسأل الآب، أنا أطلب من الآب فأعطيكم معزيا آخر، والروح القدس مكث في جسد المسيح إلى
الأبد، مش بس لغاية نهاية العمر، إلى الأبد، لأننا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية، بحيث أن الأبدية سنقضيها في اللاهوت اللي هو بيت الآب، الآب والابن والروح القدس والكنيسة جسد الابن، ده الكيان الإلهي الأبدي الذي كان منذ الأزل. لكن لأجل خطأ حواء ونجاح الشيطان يغويها، كان لابد أن هذه القصة تتم في عبر أصول كثيرة، قرون كثيرة، إلى أن يأتي المسيح ويقول: أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الله. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه، أنتم عارفينه لأنه ماكس فيكم. وبنرى في الكتاب المقدس كلام وفعاليات كثيرة للروح القدس. فالروح القدس يئن فينا بأنات لا ينطق بها، والروح القدس يتكلم في داخلنا، والروح القدس يرشدنا إلى جميع الحق، والروح القدس يبكتنا. وأول ما المؤمن كده يعني الشيطان يخدعه للحظة، يلاقي يعني ثورة داخله، إيه ده لو كان نايم زي مثلا داود لما حصل زمان. لكن نشكر رب إحنا في الكنيسة روح القدس ساكن فينا، مش بيقرأ علينا من بره، يعني لأنه كان الفدية قدمت والمسيح أرسل روح القدس ليسكن فينا، ماكس فينا. فروح القدس يبكت، الروح القدس يقدس، الروح القدس يذكرنا بكل ما قاله المسيح لنا، الروح القدس يكملنا إلى واحد لنكون كاملين في الجسد الواحد، في الرأس الواحد. الروح القدس يعمل عمله العجيب في داخلنا بكل إصرار، بكل قوة، بكل فاعلية، بحيث أن المؤمن فينا بيتأكد من عمل الروح القدس. وعندنا مثلا في سفر أعمال الرسل لما قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما إليه. كانت الكنيسة في أنطاكيا، والروح القدس سمعوه يعني ممكن يتسمع برضو، لكن يعني هم حسوه، يعني الأنات الجوانية النمضات الداخلية سمعت، فتكلموا مع بعض. روح القدس أفرز برنابا وشاول، دول كانوا اثنين من حوالي 5 معلمين هناك في الكنيسة. فنعمل إيه؟ قال نتأكد. حلو، تأكد حلو، صلوا وصاموا لغاية لما تأكدوا إن الروح القدس قال: أفرز لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه. وطلعوا رايحين فين؟ معرفوش. ما قال لهمش روح حتة، لكن قال لهم اطلعوا. افرزوا، دول لهم إرسالية، وأول إرسالية مسيحية في الوجود كانت برنابا وشاول لما طلعوا من أنطاكية. فطلعوا مع بعض، وبعد الإرسالية إرسالية تاني وإرسالية تالتة، وغالبا في إرسالية رابعة عملها بولس بعد كده. فدي عمل الروح القدس. الروح القدس وهو بيعمل في كل المؤمنين. فكان شاول واللي معاه راحوا آسيا عشان يبشروا هناك، فالروح منعهم من التبشير، منعهم الكرازة. إيه ده؟ منعهم، صدقوا. طب نروح فين؟ حتى تحرك برضو بولس في اتجاه يعني معاكس اللي كان هيروحه، راح حتى اسمها بيسينية. فبيسينية هناك ظهر له راجل مكدوني قائم رؤية: اعبر الى مكدونية وعنا. فعطور راح مكدونية، يقول لك: وتيقن ان الله دعانا لنبشرهم. راح هناك دور على مجمع، ما لقاش مجمع. لده هو يبقى دائما يبشر مجمع اليهود، ما فيهاش مجمع يهودي هناك، ما تروح فين؟
ربنا ارشده لشويه ستات عاملين اجتماع عند النهر. راح هناك ليدية قبلت الايمان. لو بقى خلاص خلصنا على ليدية، لا لسه شغل ثاني. دي رؤيه شافها بولس، لغايه ربنا راح بعت له العرافه اللي كل شويه تضايقه دي بكلامها، مع انه كلام حلو لكن بيضايق بولس، يعني مش الروح القدس متضايق جوه بولس. ففي الاخر ضجر بولس وراح طلع الروح العرافه اللي منها ده، فالموالي بتاعها اللي هو بيكسب من وراه هيج الدنيا، هيج الدنيا. هو كان وسيله، خدوهم ضربوهم ضربات كتير قوي، ضربوهم في السجن. ايه ده؟ ده عمل الروح القدس في السجن، راح معزيهم رب تعزيه عجيبه جدا، طول الليل سبحان ويصليانا ويشكر ربنا. كل ده فيليبي، سجن فيليبي اتقلب كنيسة حاضرينها كم واحد، المساجين كلهم ومش مع بعض كانوا يسمعونهم، كل مساجين السجن كانوا يسمعونهم، ما اعرفش كان 500 1000 600 اي عدد ما اعرفش، كنيسة في النص الليل ومش شايفين الناس بعض، الدنيا ظلمة، انا بيطفي النور هناك، ما فيش حاجة خالص هناك إلا بس نور صغير عشان الحراس يشوفوا، بعدين حد يهرب من المساجين بس، لكن الزنازين وكل ظلمة خالص. وكان اجتماع في كنيسة كبير، وفجأة الأرض اتزلزلت، واللي حصل والسجن كان هيقتل نفسه، كل ده عمل الروح القدس. فالروح القدس بيقود العمل، ساكن فيكم المعزي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. سبب آخر أيضا الرب، لكن لازم يعطي روح قدس طبعا، لازم، لأن الله الآب والابن والروح القدس، انه مش عايز يخلي التلاميذ يتامى. تخيل واحد المسيح معاهم، ايه ده؟ القوات والجبروت والعز والعظمه، واحنا اتباع يسوع، وهم شعروا طبعا ان هم حاجه كبيره قوي في كل العالم، يعني الناس مش داريانه وده المسيح، وعارفين هم عارفين. بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي، وبعدين اتخذ منه، قال انا عارف انكم هتتيتموا، لا اترككم يتامى، مش هخليكم تتيتموا، إني آتي إليكم. إمتى ده؟ بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني. إيه ده؟ إمتى ده؟ بعدين بثلاث أيام بس، غاب عليهم كم يوم؟ ثلاث أيام بس، ده لسه الروح القدس ما أعطيش، لكن بعد كده أعطاهم الروح القدس. و يعني أيام الحزن عندهم كانت ثلاث ايام، حتى لو نحسبها تطلع يومين وحته، لكن هم ثلاث ايام، كساعه في اليوم الاول و24 ساعه في النص وساعه في اليوم الاخير. قبل عند شق الفجر باكر قام يسوع ظافرا ناقضا اوجاع الموت. بعد قليل لا يراني العالم، مين شاف المسيح؟ بيلاطس شافه؟ لا. قيافه شافه؟ لا. قيافه خد خبر انه قام، رفض الخبر، حتى الخبر اللي وصله من العساكر بدو رفضوا. فاجر فاجر زي اليومين دول داعش وغيرها، دي رافضين خالص عمل المسيح. ليه؟ سيبوهم، رفضوا خلاص، ابناء الهلاك وذاهبين الهلاك. بعد قليل لا يراني العالم، اما انتم ولادي، انتم حبايبي، انتم اللي امنتم بي هتشوفوني، وشافوه في اليوم التالت. حتى كان اتنين منهم ماشيين لعمواس كده مكلمين وتعبانين، راح مشي معاهم في السكة وقعد ماشي معاهم ساعات وهو بيفسر لهم الكتاب كله، وازاي هو موجود في كل الكتاب المقدس. واحد كان يتمنى يكون واحد من دول، لكن ما يعني نصيبنا حاجة تاني غيرهم يعني. وأما أنتم فترونني إني أنا حي، هو دخل على الصليب هنا يقول لهم إني أنا حي، حي ما أنت فتقول لنا في اليوم الثالث ستقوم، لكن قبل كده هيقتلوك، ما أنا بقول لكم على اليوم الثالث ده.
في اليوم الثالث ده. ما فيش مرة المسيح مات حقيقة، لكنه ذاق الموت بنعمة الله، بس عشان الدواء دي تسبب لنا الخلاص. نزل إلى أقسام الأرض السفلى، لكنه لأنه قدوس، هو القدوس، لم يقدر الموت أن يمسكه. طب إزاي مات وما قدرش الموت يمسكه؟ يمسكه يعني خليف الموت، ما قدرش. وصل إلى أقسام الأرض السفلى، وصل بس خلاص، ملوك ما مسكوش، بس هو مستني اليوم الثالث عشان يقوم. لكن هو ما يعني لم، هو دفع ثمن خطايانا كله بالوصول للموت، لأنه لم يكن ممكنا أن يمسك من الموت. الموت مش قادر يمسكه، مش قادر يمسكه. مجرد ما وصل الموت دفعت كل ثمن خطايا البشر وخلص الدين اللي عليه، وقعد لغاية اليوم الثالث لما قام ظافرا ناقضا أوجاع الموت، وخيبة عند الموت مش عارف يمسكه، وخيبة عند الشيطان مش قادر يمسكه، وخيبة عمت على كل أعداء المسيح. بعد قليل لا يران العالم أيضا، وما أنتم فترونني إني أنا حي فأنتم ستحيون في ذلك اليوم تعلمون. ده هو يوم القيامة، يعني بس هي 3 أيام أو يومين وحدة هتعرفوا الحقيقة. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. وتأكد هذا الكلام يقينا حينما يقول الكتاب وفيما يكلمهم بهذا ارتفع إلى السماء، طالع 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 طالع، مبصين بصين بصين، وأخذته سحابة عن أعينهم. هو الملك، هو الله، هو الفادي، هو المسيح، هو القدوس. وبعت لهم 2 ملاك عشان كفاية بص بصوش فوق، خلاص ما انتوش هتشوفوا بعد كده، خلاص خلاص الرؤية الجسدية خلصت، إلا في رؤية يظهر هو اللي بيها للناس. ما ظهر، ظهر لاستفانوس مثلا، ظهر مش مشكلة، لكن دلوقتي خلاص مش معاكم في الجسد. قال يسوع هذا الملكين الذي رأيتموه هكذا منطلقا إلى السماء هكذا سيأتي ثانية في يوم اختطاف الكنيسة ليأخذنا إليه. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في. نلاحظ المسيح ما تخطفش كده منهم، لا ده شافوه بيطلع. ليه؟ لأن حبايبه تحت، حبايبه تحت مش قادر يطلع بسرعة، شدينه تحت. أنتم فيا وأنا فيكم، بحبكم يا أولادي. لكن لما هيجي فجأة هيجي على طول، لأن إحنا تحت عشان ناخد عروسته، فهو سايبنا ماشي ببطء، لكن لما يجي ياخدنا فجأة كده سيبوخ بوخ ويأتي المسيح على طول في لحظة، في طرفة عين هنلاقيه. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. ونختم مع بعض بقى بالآية الأخيرة، الذي عنده وصاياي. وكلنا عندنا وصايا، أهي الكتاب المقدس مكتوب بكل لغات العالم ولهجات العالم، نشكر الرب، أكثر من 2000 لغة ولهجة حاليا موجودين في عندهم كتاب مقدس. عرفش فاضل كم واحدة كده بيكملوا الترجمة، يعني شغالين. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي اللي هي دي ويحفظها، زي ما ابتدينا، ابتدينا التأمل بتاعنا يقول إيه؟ يقول إن كنتم تحبونني إيه؟ فاحفظوا وصاياي. بيقول كده، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. المحبة بتتقاس بحفظ الوصية، ده الترمومتر الإلهي للمحبة اللي في قلب كل إنسان. بتحفظها إزاي؟ بتحب الوصية إزاي؟ الذي عنده وصايا ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني
يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. اللي بيحب الرب بقى ده ليه امتيازات كبيرة خالص خالص. أولا الأب بيحبه والابن بيحبه وأظهر له ذاتي، ما أقدرش إيه، ما أقدرش أستخبى عنه. فاكرين زمان كان الرب قرر يقول سر لإبراهيم ويقول كده لنفسه أقدر أن أخفي عن عبد إبراهيم ما أنا صانع أن واحد أسلم عمورة؟ ما أقدرش ما أقولوش ليه؟ وليه مدينك؟ مدين ناس بيحبني قوي بيحفظ وصاياي، بيعمل مذبح وينادي باسمي. ما اقدرش ما اقولش، ما اقدرش ما اقدرش. امانه الرب كده، كما كان المسيح مع عروسته ما اقدرش ما اقولهاش. اظهر له ذاتي. وكل يوم وكل يوم عندنا اعلان من الرب للي بيحب وصايا الرب. ما بيحبش وصايا الرب ده يقول لرب انا حاجه مش هيفهمها حتى. الذي يحبني ويحفظ وصاياي. بعديها بشوية لك إليه نأتي وعنده نصنع منزل الأب والابن والروح القدس. وهنا بيقول الذي يحبني ويحفظ وصاياي يحبه أبي وأنا أظهر له ذاتي. تبقى العيشة هنية جميلة مثمرة لذيذة. لك المجد يا رب. الرب ينعم علينا أننا نحبه من كل القلب ونحفظ وصاياه بكل كياننا وقلوبنا وعقولنا وأفكارنا، وليتمجد اسمه في حياتنا. نسمع بعض ترنيمة خاصة وبعدين نختم اجتماعنا.